Hello dear students of the third secondary stage and welcome to a new lesson. Today we're gonna deal with Unit 1 lesson 5 story, which is entitled The Great Expectations Chapter 1. Chapter 1 text. Um, Taban story هي, Great Expectations. هي, أو, uh, it was written by uh, Charles Dickens, Taban, who احد الكتاب الانجليز المشهورين له كتابات عديده زي تيل of تو سيتيز اللي هي قصه مدينتين وطبعا اوليفر تويست وغيرهم كاتب مشهور جدا بيتكلم عن الحياه الواقعيه والمشكلات الاجتماعيه اتكلم طبعا تشارلز ديكنز عن قضايا عده يعني فمن ضمن القضايا اللي فيها تشارلز ديكنز طبعا كان في تيل تو سيتيز قصه مدينتين اتكلم عن ذا فرنش الثوره الفرنسيه والحياه البائسه اللي كان بيعيشها الفرنسيين في الفتره اللي هي بين الثوره الفرنسيه كاتب واقعي وله يعني اعمال عظيمه جدا جدا من ضمن أعماله طبعاً هي Great Expectations اللي هي الأمال الكبرى. تعالوا نشوف التكست بيبتدي بإيه. يولينا لنا One cold gray afternoon in the middle of winter في يوم بارد بعد الظهيرة في منتصف الشتاء a small boy sat alone near the marshes. ولد صغير كان يجلس وحيدا near the marshes بجوار المارشز طبعا مارش معناها مستنقع مارشز مستنقعات he was crying that small boy was me يبقى مين اللي بيتكلم اه فيليب بيرب طبعا هو اسمه بيب او فيليب بيرب والاختصار بتاعه بيب طبعا تسهيلا للنطق يعني. Uh, هذا الولد اللي هو فيليب از ذا narrator اوف ذا ستوري هو الحاكي بتاعنا هو الراوي بتاع الايه القصه. That small boy was me, Philip Perib. As my name was difficult to say when I was small. اسمي كان صعب إن أنا أقوله لما كنت صغير. My name became pip. يبقى عشان اسمه كان صعب إن هو يتنطق فكان بيتندى عليه pip. I was crying because it was Christmas إيف. كانت ليلة رأس السنة. Christmas إيف اللي هي ليلة رأس السنة. وطبعاً إحنا عارفين إن إيف ممكن تيجي بمعنى آخر وهي حواء. آدم ونيف آدم وحواء. Christmas إيف ليلة رأس السنة. Christmas Eve. And I was an orphan. وأنا كنت orphan. Orphan اللي هو شخص اليتيم. My parents were dead. وطبعا dead is an adjective هي صفة معناها ميت. And the verb is die. Verb die يموت. And the noun is death. When هُوَ death and morte. And so were five of my brothers and sisters. This happened when I was very young. Prophet, Waldo, well do, well, they can, well -do, well -do, they may, young, very young, so I did not remember them. لَمْ أَتَذَكَّرْهُمْ لَإِنِ كُنْتْ صُغَيْرٌ I had lived with my sister. عشت مع أختي. And her husband. وزوجها اللي هو اسمه جو جارجري For most of my life. معظم حياتي. جو was the village blacksmith. طبعا بلاك black سميث هي من الكلمات او المفردات الجديده بلاك سميث هو الحداد شخص اللي بيعمل في مجال الحدادة بنقول عليه بلاك سميث and Mrs. Joe وامرأة جو اللي هي أخته was 20 years older than me كانت أكبر مني بعشرين سنة she was tall and thin في مواصفاتها الجسدية كانت طويلة thin نحيفة I liked to complain about me طول الوقت complain about Philip بتشتكي من فيليب. فيليب مزعج. فيليب شقي. She was often angry. كانت دائما غاضبة. But Joe was my friend. Joe اللي هو كان صديقي. On this grey afternoon, when I was about seven years old, I had walked down to the graveyard. Rahl إل grave yard. اللي هو المدافن مكان اللي بتدفن فيه الناس اسمه جريف يارد at the edge of the village طبعا كان على اطراف القريه طبعا edge تيجي بمعنى حافه I sat by my parents grave جلست بجوار قبر والداي طبعا هنا الاسم اللي معانا اللي هو parents plural noun اسم جمع ending in s بينتهي بإس ففي الحالة دي لو أنا هتكلم عن ال possession أو هستخدم ذا possessive s اسم ملكية في الحالة دي ما ينفعش إن أنا أضيف apostrophe s يعني parents بالشكل ده جمع بينتهي بإس ما ينفعش أضيف apostrophe إس s الملكية الله ليه كده؟ لنا لانه جمع بينتهي باس في الحاله دي بنكتفي باضافه ابوسترفي فقط بعد الاس بتاعه الجمع I sat by my parents' grave. جلست بجوار قبر والدي. As the afternoon light slowly disappeared. طبعا فضلت قاعد لغاية لما اختفى نور المساء. اللي هو فتره اللي هي بعد الظهر بدا يدخل في الايه الغروب اللي حصل بقى the marshes nearby became dark and frightening طبعا مارشز اللي هي الايه مستنقعات اللي في المنطقه المجاوره اصبحت dark and frightening I was gonna leave. انا كنت همشي and go هوم when a terrible voice shouted terrible voice صوت shouted صرخ صوت quiet then a man appeared from behind a grave وراجل Zahar from behind a grave من خلف قبر من المقابر I nearly jumped out of my skin. مهم جدا التعبير ده. I jumped out of my skin. التعبير ده بيدل على الخوف الشديد. يبقى انا لو قلت I jumped out of my skin معناها ان انا I feel terrified مرعوب. I feel horrified I feel very frightened. خايف جداً. Afraid. كل دي معاني لي. لي jumped out of my skin. What's your name, boy؟ إيه اسمك؟ يا ولد؟ He shouted. walking slowly towards me ومشي ببطء تجاهي pep sir اسمي pep show me where you live وريني انت عايش فين كده said the man I pointed to my village not far away شاورت له pointed to يعني اشرت الى my village القرية بتاعتي اللي هي مش بعيد Who do you live with؟ دعيش مع مين؟ My sister, sir Mrs. Joe Gargery أختي اللي اسمها Mrs. Joe Gargery She's the wife of Joe Gargery هي مرهة Joe Gargery The blacksmith, sir The blacksmith اللي هو الحداد يا سيدي A blacksmith حداد ده انت <الحداد> جيت لي من السماء <الحداد> <الحداد> The man looked down and I saw his leg irons. طبعا هو شاف أغلال القدم الحاجات الإيه؟ المعدن اللي مكبلة رجليه. إيه ده؟ يا ترى ده سجين ولا إيه؟ Then I noticed his old gray clothes. وبعدين لاحظت ملابسه اللي هي لونها gray ده دليل على ان هي متسخه dirty old قديمه and his thin dirty face وشه المتسخ النحيف he was shaking كان بيرتعش do you know what a blacksmith is عارف الفايل اللي هو الأزميل بتاع الحداد أو بنقول عليه مبرد do you know what a blacksmith's file is؟ أنت عارف مبرد الحداد he asked yes sir he suddenly grabbed my shoulders and shook me فجأة grabbed جذب يعني طبعا grab معناها يجذب بقوة grab my shoulders and shook me يهز فيه طبعا shook is a past of shake ماضي من shake طبعا shake بتيجي بمعنى يرق حتى مكتوب على بعض الأدوية shake before use يعني رج الدواء قبل الاستخدام يوس يعني استخدام وشيك هاندز يسلم باليد تمام طبعا لو انا قلبتها وقلت هاند اللي هو السلام باليد ده النوع I want you to bring me that file early tomorrow morning انا عايزك تجيب لي الفايل ده المبرد ده بكرة بدري في الصباح and some food too. وعايز كمان بعض الطعام then I'll let you live خليك What do you say? I was frightened So I promised to bring the file and the food to him The next day كنت frightened خايف جدا لذلك وعدت ان انا هجيب له وايه كمان Now Go home, he shouted. I ran until I could run no more. حلو التعبير ده. I ran, جريت, until, لغاية لما أنا إيه, I could run no more. لغاية لما خلاص ما قدرتش أجري تاني. خلاص بقى out of breath. Out of breath. يعني out of breath يعني Exhausted. Exhausted, yani When I looked back, I saw the man far out on the marshes, a black shape against the angry red sky. Once I got my breath back, ah, uh, the axle. Out of my, out of breath, out of breath. يعني خلاص واحد نفسه اتقطع. بعش عنده نفس خلاص تعب جدا. هنا بع استعد أنفاسه. I got my breath back. بمجرد إني أنا استعد أنفاسي. I hurried home as fast as I could. When I ran into the kitchen. feeling happy to be home safely أول ما جريت ودخلت المطبخ feeling happy وشاعر إن أنا مبسوط وسعيد to be home safely إن أنا أرجع البيت في أمان Mrs. Joe angrily asked me where I had been أنت كنت فين يا ولد only to the graveyard I cried أنا كنت بس في الجريفيارد ايه اللي وداك؟ graveyard؟ She shouted. You're lucky not to have been put in the graveyard. أنت محظوظ إن أنت ما اتحطيتش في المقبرة بجوار your parents long ago. من سنين فاتت. أنت محتاج إن أنت تتدفن. أنت زهقتني. It's because of me. بسبب أنا أن أنت لسه عايش because of me that you're still here أن أنت لسه هنا but I didn't want to look after you مش عايز أعتني بيك بعد كده أنا مش هرعيك بعد كده It's bad enough being a blacksmith's wife. It's bad enough. يعني من السوء بشكل كافي إن أنا أكون زوجة حداد. I never asked to be your mother. أنا عمري ما طلبت إن أنا أكون مامتك. طبعاً هي أخته ولكن بترعاه فهي في موضع الأم. That evening I had work to do in the kitchen as usual. في ذلك المساء كان لدي عمل اقوم به في المطبخ كما هو معتاد as usual it was almost bedtime كان تقريبا almost يعني تقريبا bedtime وقت النوم and i was helping to prepare lunch for the next day وانا كنت بساعد to prepare lunch في اعداد وجبه الغداء for the next day when I hear the loud noise listen what is that I said ايه ده ايه الصوت ده a convict escaped last night شخص محكوم عليه هرب الليلة اللي فاتت اللي قال كده هو جو اللي هو زوج أخته زوج أخت بيب. That noise was a warning to everyone in our village that another convict has got away. هذه <زوجة> الضوضاء كانت تحذير was a warning to everyone لكل الناس in our village في القرية بتاعتنا that another convict إن في شخص محكوم عليه آخر has got away هرب هو كمان from the prison ships Mrs. Gerard من الـ prison آه من السفن التي تكون مخصصة كإيه؟ كسجون، في بعض السفن تبقى معمولة للإيه؟ في فترة ما كانت معمولة كسجون بيتم حبس فيها الناس اللي هم المدانين او الناس اللي هم ارتكبوا الجرائم ميسز جو ادد اللي قالت الكلام ده هي ميسز جو وات ار they? اي اسكت ف بتشرح اللي هي اخت تب بتقول their ships where they put people because they have committed a crime دي سفن حيثما بيضعوا put people because they have committed a crime Taban commit a crime and air tekib ناس اللي ارتكبوا بيوضعوا في هذه السفن replied my sister now go to bed she shouted go to bed I remembered that I had seen a broken old ship far out on the marshes that day I remembered إن أنا I had seen إن أنا كنت شفت يعني a broken old ship سفينة قديمة مكسرة far out on the marshes that day شفتها في المارشز المستنقعات في ذلك اليوم perhaps it was a prison ship ربما دي سفينة من السفن المخصصة لسجن الناس اللي هم who have committed crimes. اللي ارتكبوا جرائم As I fell asleep, بمجرد ان انا نمت, I realized that ادركت ان the man I had met that day, الراجل اللي انا قابلته في ذلك اليوم was one of the the escaped the convicts. واحد من المساجين الهاربين. he wanted a blacksmith's file so that he could take off his leg irons وكان عايز المبرد بتاع الحداد عشان يقدر ايه اه uh, take off يخلع الليج irons بتاعته اللي هي اغلال القدم او الحاجات اللي مكبله رجليه and get away from the marshes quickly ويهرب من المستنقعات دي سريعا. He scared me. هو خوفني. But I also felt sorry for him. ولكن انا كمان شعرت بالأسى على هذا الرجل. Early the next morning مبكرا في الصباح التالي I got up, استيقظت and went into the kitchen. رحت المطبخ. It was Christmas Day. كان يوم الكريسماس. and guests were invited. وكان في ضيوف تم إيه دعوتهم to dinner لتناول العشاء. there was some delicious cheese in the kitchen. كان في جبنة لذيذة في المطبخ. as well as nuts. وكان في كمان مكسرات، apples، تفاح، and oranges. وبرتقان. and a cold meat pie. وفتيرة. معمولة من لحم البردة. I took them all. خدت كل دول. إيه الكرم ده يا بيب. تكريم جدا. You are generous. طبعا generous ده معنى كريم. طبعا أخذ كل الكلام ده. Then I went into Joe's workroom ورحت كمان الورك روم بتاعت جو ورشة بتاعته and found the blacksmith file واخدت المبرد بتاع الحداد closing the front door quietly بهدوء behind me ورايا and holding all the food ومسكت كل الاكل carefully بكل حرص I set off انطلقت I ran to the graveyard جريت على الجريفيارد اوكي ان الراجل اللي قبله ده كان صديق من أصدقائه and then out into the nest تمام طبعا ويعني اختفيت في الضباب and over the wet marshes وكمان يعني وصلت للايه للويت مارشز اللي هي المستنقعات اللي هي مليئه بالمياه Suddenly, quite by surprise, I saw a man in gray who seemed to be asleep. فجأة شفت راجل لابس برضو هدوم يعني gray who seemed to be asleep، شكله نايم. asleep يعني نايم. لكن sleepy شاعر بالنوم، يعني he or she wants to sleep if you want to sleep so you are sleepy if you feel that you want to sleep so you are sleepy طيب لكن هنا asleep معناها نائم he wore leg irons كان لابس برضه leg irons اغلال في القدم and stood up when he saw me wave اول ما شافني at first I thought he was the man that I knew افتكرت ان هو ده الراجل اللي انا اللي انا عرفته قبل كده او شفته قبل كده But then I realized, adrakt, that his face was different. وشه مختلف. He looked at me for a moment. وصلي كده للحظة. Before disappearing into the mist. قبل ما يختفي في وسط الضباب. I wondered. طبعا هي بنطاها wondered. هي بالأو ولكن بنطاها و. Wondered يعني تساءلت. أو بتيجي بمعنى تعجبت. طبعا هنشوف طبعا طبقا للكلام اللي بعدها نشوف يا ترى هي تساءل ولا تعجبت. طبعا ممكن تيجي كنوع بمعنى بمعنى عجيب، شيء عجيب. حتى أنا بقول ذا سيفن وندرز اللي هم العجائب السبعة. لكن في عندنا ووندر اللي هي بالشكل ده، هي مكتوبة بالايه ولكن من قطعها ووندر، معناها يتسكع أو يتجول ايمليسلي بلا هدف. اي wondered Who he could be? Ana tas'alt, min mumkin Yukun has a rajul and what he was doing out here? Soon afterwards, I found the man I was looking for. Aqattu ar-rajul illi I give him the food, the little act at once fil haal and he ate it. وهو أكل بسرعة as I told him about the other man أول ما قلت له على الرجل الآخر that I had just seen اللي لسه ما قبله he wanted to know who he was كان عايز أعرف مين الراجل ده and where he had gone وفين راح but I could not tell him لم أستطع أن أخبره then As soon as he had eaten بمجرد انه اكل he took the file from me اخذ مني الفايل المبرد and started trying to remove his leg irons with an angry look on his face بدأ started انه هو يحاول انه يزيل الاغلال بتاعته with an angry look وبنظرة غاضبة على وجهه I was afraid again. أصبحت خائفا ثانية. So I ran home as fast as I could. بسرعة. جريت على البيت بسرعة. بقدر الإمكان. As I ran back across the marshes وأنا يعني بعبر المارشز اللي هي المستنقعات عائدا للبيت I could hear the sound of the file on the leg irons. through the mist. كنت سامع صوت الفايل مبرد وهو ايه بيحاول يفك بيه الليج irons طبعا وهذا الصوت كان بيخترق الضباب. Mrs. Joe was busy. Mrs. Joe كانت مشغولة. مشغولة في ايه؟ preparing the house for guests. في تحضير المنزل للضيوف، so Joe and I, أنا و Joe were alone together، كنا قاعدين لوحدنا. I began to feel guilty about the food. Guilty يعني مذنب. بدأت أشعر إن أنا مذنب. About، طبعا، guilty about the food and the file، which I had stolen، اللي أنا سرقتهم that morning في ذلك الصباح. And I wanted to tell Joe what I had done. يعني أردت إن أنا أقول لجو على اللي أنا عملته. But then I thought he might not want to be my friend if I did. If I did so. طبعًا بعدين thought اعتقدت أنه هو ممكن ما يبقاش إيه صديقي بعد كده if I did so. لو أنا عملت كده لو أنا قلت له. So I said nothing ما قلتش حاجة بقى. It was not long before the guests arrived عداش فتره طويله او وقت طويل قبل ما الضيوف ايه يوصلوا and we sat down to christmas dinner قعدنا كلنا منتظرين الايه عشاء الكريسماس at first nobody noticed that anything was missing محدش لاحظ ان في حاجه ضايعه او مفقوده but then to my horror Mrs. Joe invited everyone To try the delicious meat pie that Joe's uncle, Mr. Bumblechook, had given us. Ah, musiba. Ukhti Pip died, calling us, and the youth, invited everyone, and the humma, the delicious meat pie. Tawan, delicious meat pie, dee, can mean جوز انكل عم جو عم جو اللي هو جوزها عم جو جوزها مستر بامبلتشوك طبعا اسمه بامبلتشوك The guest is happily agreed وافقوا الضيوف and she went to find it وراحت تجيب الايه الباي الفتيرة جو told me I could have some وجو قال له انت ممكن تاخد حته يا بيب اند اي فيلت فيري باد شعرت بال يعني شعور سيء جدا ات اني مومنت في اي لحظه مسز جو was gonna discover that the meat pie had disappeared from the kitchen في اي لحظه هتكتشف اخته اللي هي مس جو ان الفطيره اختفت من الكيتشن من المطبخ unable to stay at the table طبعا وكوني غير قادر على البقاء على المنضدة تمام ترابيزه السفرة with all the guests any longer مع الضيوف I got up from my chair وقفت من الكرسي بتاعي and ran to the front door وجريت على الباب الامامي but when I opened it او ما فتحته a group of soldiers مجموعه من الجنود entered just as Mrs. Joe came back into the room shouting في نفس اللحظة بالظبط Mrs. Joe جريت أو رجعت للإيه للروم اللي إحنا كنا قاعدين فيها وقعدت تصرخ The pie has gone الفطيرة اختفت The appearance of a group of soldiers وجود أو ظهور مجموعة الجنود دول made the guests forget about the pie خلى الضيوف ينسوا موضوع الفطيرة and they all stood up كلهم وقفوا from the table everyone wondered why the soldiers had come and we all felt nervous كل الناس تسألوا ليه الجنود had come ليه جايين هنا تمام فطبعا احد الجنود قال we need a blacksmith to mend some handcuffs please احنا عايزين blacksmith حداد يصلح لنا الهاندكافز طبعا هاندكافز اللي هي الايه اللي هي اغلال اليد تمام الكلبشات زي ما احنا بنقول اسمها هاندكافز The first soldier said, "We're looking for two convicts who broke their handcuffs and escaped." كمان بندور على اثنين من المحكوم عليهم، مم؟ لو طبعاً كسروا الهاندكافس بتاعتهم وهربوا. We think, we think they are hiding out on the marches. إحنا نعتقد إنهم مستخبيين في المارشز. Although they probably won't to try to get away until tonight. بالرغم من إن إنهم من المحتمل مش هيحاولوا get away يهربوا until tonight. When he asked if we had seen them. طبعاً سألنا لو احنا كنا شفناهم everybody else said no كل الناس غيري طبعا انا ما قلتش حاجة انا ما كذبتش انا شفتهم طبعا ولكن انا ما قلتش حاجة اللي بيقول كده بيب بيقول كل الناس قالوا احنا ما شفناش حاجة I didn't speak Joe mended the handcuffs for the soldiers Joe طبعا بما انه حداد صلح mended تمام mended بتساوي fix أو repair تمام؟ صلح الإيه؟ الـ handcuffs لمين؟ For the soldiers and they waited with us as he worked وهم طبعا انتظروا معانا as he worked وهو بيشتغل مين بيشتغل؟ الحداد. When they were finished أول ما خلصوا Joe and I followed the soldiers. أنا وجو جو تتبعنا مشينا ورا soldiers out of the village and onto the marshes. لغاية لما وصلنا للمارشز I hope we don't find the convex Joe. آه اللي بيقول كده طبعا بيب بيقول أتمنى إن إحنا ما نلاقيش الكونفكتس ما نلاقيش الناس المحكوم عليهم يا جو. I said quietly مي تو بيب وانا كمان مش حابب ان احنا نلاقيهم يا باب لا طبعا الرد عليه هو جو day became night as we walked over the marshes اليوم او النهار بقليل واحنا بنمشي فين في منطقة المارشز المستنقعات it was raining كانت تمطر and the wind blew the rain into our faces Suddenly we hear the angry shouts nearby. صوت بالقرب I was afraid of what was about to happen. كنت خايف من اللي Now we have come to the end of this chapter and now we're going to shift to the exercise. to choose the correct answer from A B C or D. They went to the airport to see the father. Yes, of. نطه of ولا off ولا on ولا in. طبعا see someone off اللي هي letter B. معناها إيه see someone off معناها يودع شخص. For number two بيقول لنا هنا was accused of space the crime. Was accused of taking the crime, making the crime. having the crime or committing the crime طبعا احنا بناخد الفعل commit بمعنى يرتكب commit a crime number three after running for three hours they stopped to get their space back to get their breathe يتنفس breath اللي هو النفس ولا breeze نسمة الهواء ولا birth اللي هو الميلاد طبعا get the breath back اللي هي لتر B اللي هو يلتقط أنفاسه أو يستعيد أنفاسه I jumped out of my space when she screamed لما هي صرخت أنا I jumped out of my knees طبعا ما فيش طبعا expression كده jumped out of my feet No, jumped out of my skin, bravo! I jumped out of my skin. Yani, I was horrified then. Now dear students, we have come to the end of this lesson. Wishing good luck and bye bye.